انا مين البنيطه رميساء. البنيطه ديالي كتعاني مسكينه بمرض السرطان. اولا باش بدا هادشي مسكنا كانت بانت لها شي حاجه بيضه في العوينه ديالها، من بعد هبطناها للباب الحديد والراس ديالها كيحرقها بزاف. كنا نطلعوها للطبيب الحومه كانوا كيعطيوها داك السيروم، ومن بعد شنو داك الشيء غير ما كيزيد فيها. هبطناها للباب الحديد، قال لك هبطنا حنا بنهار الاثنين، قال لك ثلاث ان شاء الله غدير العمليه. صافي ملي دخلوا البنيته البلوك غدير العمليه، قال لك هذا راه ماشي جلاله، علاش دير العمليه؟ هذا راه عندها المرض. اديناها للطبيب ديال الفلوس زعما باش نشوفو، دوزنا لها باش نشوفو داك المرض واش فعلا كاين ولا حنا غنحيدو لها العوينه ديالها على والو. صافي دوزنا لها ب 4000 ريال، لقينا قالنا داك الطبيب فعلا هاد المرض فيها، اكدنا بلي المرض فيها. قالوا لنا تحيدوا لها العوينه ديالها والحمد لله البنيته غادي دير بخير. ديناها وحيدنا لها العوينه ديالها، هادي 5 شهور ما بين العوينه الاخرى والعوينه الاخرى، وهادشي دابا انتشر لها في العوينه الاخرى. هو ما عندهاش في العين، عندها في الراس، هما ما مشاوش للمرض بالضبط في كاين. صافي نيشان حيدوا لها العوينه ديالها. دابا هي مسكينه دابا كتعاني من الدس ديالها كامله، ما بقاش عندها غير في الراس ولا الحاله ديالها. انتم كتشوفوا كتنعس مسكينه لا بالليل ولا بالنهار، والحريق فيها. طلبنا منهم يعطيونا غير شي دواء ديال يهدل لها شويه الحريق. عطاونا واحد الكينه، هي ما كتشربهاش، ما تشربش الكينه، بنيتها صغيره يعني خصها سيرون. عطاونا داك الكينه تشدوها تندقوها وتنديروها في شي حليب هكا ولا لويزه ولا شي حاجه اللي غدوزها، يعني داك المفعول ديال داك الكينه كيمشي غير في داك الدقان وداكشي كيمشي لها. وهي مسكينه الحاله ديالها ما كتنعس لا ليل لا نهار، لا هي لا حنايا. 15 يوم عندها 9660 ريال ديال الدواء اللي كتستعمل العوينه ديالها، والعوينه الاخرى عندها 5200 في سيمانه. ندخل ما كاينش، ما عندناش منين ندخلوا هذا الشيء. هذا الراجل غير جالس، انا جالسه كنت خدامه شويه، دابا البنيته ما عنديش معها من نخليها، كنقول نمشي للخدمه نرجع الله يسر لقاها ماتت ما نشوفهاش. صافي جالسه غير مع البنيته دابا، وهو حتى هو جالس. هاد البارح مسكينه ناعسه انا وياها، قالت لي هكا انا دايره كنشوف التليفون، قالت لي اماما بغيت نشوف بعينيا. قلت لها امي انتي غدا ان شاء الله غادي نمشيو للطبيب وغتبقاي تشوفي بعينك. قالت لي بغيت نمشي دابا، بغيت نشوف دابا. قطعات لي قلبي، يعني دايره كل مجهودي مع الطبيب ديال ما شنقول لك، يعني الطبيب المخزن راكو عارفين، الطبيب المخزن راكو عارفين كي داير، ما كيهتموش بينا اصلا. كنمشيو كنبقاو من هذه الغرفه لهذه الغرفه، من هذه الغرفه لهذه الغرفه، يعني ما كيديروش معنا الحل. الحاله ديال البنت غاديه وكتدهور عندها اخويا من شهر 7، من شهر 7 ويا هاد الحاله هادي. دابا العوينه هي محيده، هاد العوينه هادي محيداها، وهانتوما شوفوا العين الاخرى كيف كي دايره. ها العين الاخرى سبب المرصاد، هبطينا للطبيب ما كي حتى واحد ما كيهتم بينا حتى واحد. الحاله لا حاله الله عندي، مره خدام مره ما خدام شيء، كنخدم غير مع الناس. هانتوما كتشوفوا كنخدم مصور مع الناس كنخدم. الطبيب كيقولنا غير سير، كي تحاليل ادويه سير، هادشي باش غادي. وحال لا حاله الله مرات بعد مرات كنلقى باش نمشي، بعد مرات ما كنلقاش باش نمشي بالمركوب. ما كانش بحال هكايا. هاد التصاور ها نعطيك، هاد التصويره كي دايره، ها هاد التصويره، هانت هاد التصويره ديالها، هادي هي تصويره بنتي. الماديه عندي ضعيفه، انا قلت لك مره خدام مره ما خدامش. هاي دابا هادي 4 شهور ما خلصت الكرا، 4 شهور مرات الدار اللي جات فيها بخير، صابره معايا واحد مرات الدار عمرها سلا. هاد النهار جات عندي قالت لي واش عندك شي حاجه، قلت لها ما عندي شي، قالت لي غدا غنرجع عندك الا كاين شي حاجه. راه مسكينه غاديه جايه وما لقيتش باش نخلصها.
من سيدنا كنطلب من المغاربه كاملين يشوفوا الحاله ديال هاد البنات ويشوفوا حالتنا، راه حنا حاله لا حاله الله، حتى الدموع نشفوا لنا، ما بقاوش الدموع كيهبطوا لنا كاع بقوه هاد البنيته هادي، الحراره ديال البنيته هادي. الله يجازيكم بخير اللي كيشوف هاد الفيديو هذا ولا شي حاجه، شوفوا في هاد البنيته ما تشوفوش فينا حنا كاع، شوف هاد البنيته هادي مسكينه اللي كتقطع بالحريق، راه ما كتنعس لا لله نهار لا حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير، كنطلب من سيدنا والوزارة الصحة كل شيء اللي كيشوف هذا المقطع هذا يشوف راعي لهاد البنيته هذه، شوفوا حالتها مسكينه كي دايره، ما كتعس لها ليل نهار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.